وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا خلونا نروح نصبح على زميلتنا منى الشرقاوي ونعرف منها آخر أخبار المرور والطقس والعملات وأسعار الذهب كمان. صباح الخير يا منى. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا هنا. صباح الخير عليك يا منى. يعني أنا يهمني في كل ده نطمن على حالة الطقس. النهاردة جو يعني معقول بالنسبة للوقت اللي احنا موجودين فيه، في ارتفاع درجة واحدة عن امبارح بس لسه احنا في الأرقام يعني يعتبر ألطف من الأسبوع اللي فات. بكتير. صحيح. لا يقارن. الحمد لله. الحمد لله. اتفضل. هيا نصبح على كل مشاهدينا. صباح الخير على حضراتكم. نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال المرور ونبتدي على طول عشان كل الناس اللي عايزة تنزل شغلها. معنا خريطة القاهرة، هنبص مع بعض ايه اللي بيحصل دلوقتي. احنا شايفين النهاردة كثافات ملحوظة موجودة معانا في مختلف الأماكن ومعظم المحاور على القاهرة والجيزة. هنبتدي دلوقتي من كوبري أكتوبر والمتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس، هنلاقي كثافة مرورية متحركة. أما بقى اللي هيطلع معانا أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر، هنلاقي كثافات مرورية بسيطة زي ما حضراتكم شايفين. لو رحنا لطريق صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطة، ولو كملنا لغاية الآخر هنلاقي الكثافات دي بتقل وبيبقى فيه سيولة مرورية ملحوظة بتوصل لغاية نفق الطيران. بعد ما بنوصل النفق هنرجع تاني للكثافات المرورية عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. لو بصينا على مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم هنلاقيه طبعا مغلق لغاية منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق للي طالع لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا. لو بصينا بقى على الطريق الدائري هنلاقي فيه غلق برضو جزئي بسبب أعمال التوسعة للطريق اللي جاي من المرج في اتجاه السلام بالوصلة من منزل الطريق الدائري باتجاه شارع السادات ولغاية مطلع الطريق الدائري من طريق جالاكسو، وده طبعا احنا عارفين ونوهنا اكتر من مرة انه لمدة شهر تقريبا. لو بصينا على طريق الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات المرورية عند المظلات وبيكون في سيولة مرورية بتقل بعد ما بنوصل عند كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لغاية ما بنوصل لميدان التحرير. اللي هيكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان هنلاقي سيولة مرورية، وده كان إجمالا خريطة القاهرة. نروح مع بعض الجيزة. احنا عارفين ان في غلق كلي لطريق البراجيل قدام حركة المرور تحديدا في الاتجاه اللي جاي من اسفل الطريق الدائري في اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور احمد عرابي بس ولمسافة حوالي 600 متر، وده لغاية الانتهاء من اعمال انشاء محور 26 يوليو الجديد وتم اجراء التحويلات المرورية. حركة سير السيارات اللي جاية من مناطق وسيم واسفل الطريق الدائري وعايزة تتجه اتجاه كوبري المطار ومحور محور أحمد العرابي بتدخل في الاتجاه الآخر اللي هو جاي من كوبري المطار ومن محور أحمد عرابي وقبل منطقة الغلق بعد استحداث فتح الدخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر لاتجاهين لحركة المرور، وده طبعا هنلاقي فيه خدمات مرورية معينة وكاميرات مراقبة لمنع التكدس المروري. تعالوا مع بعض نكمل جولتنا ونشوف محور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر، هنلاقي كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري ولغاية ميدان جهينة لغاية ميدان لبنان. أما المحور المتجه لأكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطة ناتجة عن أعمال التوسعة اللي بتتم في المحور وكمان أعمال إنشاء القطر الكهربائي الخفيف. هنلاقي كثافات مرورية على كوبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثافات متحركة، وبتظهر أيضا كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان وكلها كثافات متحركة. لو بصينا بقى على كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني هنلاقي كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. أما محور عرابي فإحنا شايفين فيه الكثافات المتوسطة للمتجه للأقاليم وصولا للمهندسين وكثافات في محيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. طبعا احنا عارفين شارع الهرم بيشهد إصلاحات وبيشهد كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية عشان يتعمل محطة مترو، وطبعا الكثافات موجودة في منطقة مشعل وكثافات بسيطة في شارع العشرين ولغاية الطلبية. هنلاقي طبعا كثافات عالية عند المتجه لكوبري الجيزة المعدني وعند شارع فيصل بمنطقة الطوابق، وكمان هنلاقي كثافات تانية بتظهر في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.
نروح لمحافظة القليوبية واللي جاي من السلام وموقف العاشر المتجه لبنها. بنفضل ان احنا نسلك طريق شبرا بنها الحر اللي فيه سيولة مرورية لغاية ما بيوصل للتقاطع مع الدائري الاقليمي. اما بقى اللي جاي في الاتجاه الثاني من شبرا ومتجه لمنطقة شرق القاهرة بيكمل افضل له انه ياخد محور العصار ولغاية منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الصراعي القديم زي ما احنا عارفين بيشهد كثافات مرورية قبل الطريق الدائري وبتزيد عند الطريق الدائري ولغاية كوبري قلمة بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري ودوران للخلف، وهنلاقي كثافات بسيطة قبل ميدان المؤسسة لكنها غير مؤثرة. نكمل جولتنا ونروح الإسكندرية، هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، هنلاقي سيورة مرورية كبيرة زي ما احنا شايفين عند محطة الرمل وصل لغاية شارع عمر لطفي ولغاية تقاطع شارع النبي دانيال اللي فيه كثافات مرورية متقطعة ونسبية ممكن توصل لغاية طريق الحرية. لو خدنا الشارع ده وكملنا مع بعض في نفس الشارع هنلاقي كثافات مرورية تانية وصل لغاية محرم بيه ولغاية شارع عبد القادر الغرياني. طريق الكورنيش زي ما احنا شايفين فيه كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعة احنا هنشوف بعض الكثافات المرورية المتوقعة لكنها غير مؤثرة. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف مع بعض على متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي 18 جنيه و70 قرش للشراء، 18 جنيه و77 قرش للبيع. اليورو 19 جنيه 53 قرش للشراء، 19 جنيه 61 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 58 قرش للشراء، 2 جنيه 67 قرش للبيع. والفرنك السويسري 18 جنيه 79 قرش للشراء، 18 جنيه 88 قرش للبيع. نبص مع بعض على اليوان الصيني، سعر الشراء 2 جنيه 77 قرش وسعر البيع 2 جنيه 78 قرش. الريال السعودي 4 جنيه 98 قرش للشراء، 5 جنيه للبيع. الدينار الكويتي 60 جنيه و80 قرش للشراء، 61 جنيه و13 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 5 جنيه و9 قروش للشراء و5 جنيه و11 قرش للبيع. خلينا بقى كمان نعرف متوسط أسعار الذهب. نشوف جرام عيار 18 بيسجل 855 جنيه، عيار 21 بيسجل 996 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1140 جنيه للجرام، أما الجنيه الذهب بيكسر حاجز 8000 وبيسجل 7976 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا لكل الناس اللي عايزة تطمن على أحوال الطقس النهاردة هنعمل مع بعض جولة سريعة في أحوال الطقس. الطقس النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط رياح أحيانا بالليل على متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة، والأقل في مطروح 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.